جديد معنا هنا في القناه. ان شاء الله اليوم غادي ناخذكم معايا في يوم كي كيدوز عندي في رمضان، يوم على السريع يعني ما مخطط لتا شي حاجه، يوم عشوائي يعني عفوي. غادي تشوفوا معايا النهار كيفاش كيدوز. اول حاجه جينا هنا لهاد البلاصه حيت حماتي وفى ليها البيرمي ديالها ديال الطوموبيل، وجينا هنا باش نجددو، فعطينا الوراقات ديالنا. دابا كنتسناو تجي النوبه باش دير الدوره الشرفيه ويعطيوها البيرمي الجديد. فان شاء الله بقاو معنا تشوفوا النهار كيفاش كيدوز، ونتمنى انه يعجبكم الفيديو. هذا الخط اللي بالصفر هما اللي خاص تدوز الطوموبيله من هنا وتضرب الدوره وهكا وتخرج. هذا غير بوغ ان تيست وصافي، حيت ماشي اول مره غادير دير البيرمي، عندها البيرمي بغات فين تشدو. وهنايا راه الناس كيتسناو. هاد البلاصه هادي كبيره كاينين بزاف د اللايف. هادو اشارات المرور مكتوبين باللونجلي وكذلك بالهنديه. ما كيسولوهمش بالنسبه للناس اللي بغاو يشدو، لكن في المره الاولى كيسولو. وهنايا هذا هو الباساج، هذا الباساج اللي بالصفر هو اللي كدوز منه الطوموبيل ولا الماطر ولا السكوتر، كلهم اللي بغا يجدو البيرمي خاصهم يدوزو من هذا الباساج. صافي اون فوا دوزي منه وتفاليدي الباساج ديالك تيعطوك البيرمي الجديد الباسبور. انا دايخه طلع عليا رمضان عرفتي، حيت هنا الشمس ودابا حنا باركين في هاد البلاصه شويه مظلمه وكنتسناو. شوفوا تبارك الله شحال ديال الناس كيتسناو في النوبه ديالهم، كلهم خاصهم يدوزوا. نوريكم الباساج عن قريب، هو هذا يعني كاين رون بوان كاين الدوره كيتبعوا لي فلاش. دابا حنا غاديين شاد الطريق الايكيا حيت شويه قريبه من هاد البلاصه هذه، فقلنا نمشيو نشوفو شنو الجديد عندهم ونوريكم نيت ايكيا ديال مومباي كيفاش داير. حنا في مومباي عندنا غير ايكيا وحده حاليا، وكاين الافتتاح ديال واحد ايكيا اخرى شويه قريبه ليا، لكن باقا ما تحلاتش لحد الان. حنا دابا جينا باش نديرو المازوت ليسونس للطوموبيل، وهاد ستاسيون هذا فيه خدامين غير لبنان. شوفوا بحال هاد البنت هادي كدير ليسونس لهاد الموتور، خدامين غير هاد البنت كذلك، هاد المرا كلهم دايرين ليهم لبسه موحده. والرجاله راه كاين تما رجاله اللي خدامين، ولكن الرجاله بحال تقولي سوبيريور عليهم. دابا حنايا هنا وصلنا للايكيا، هنا يلا باركينا الطوموبيل ودابا داخلين من البارك. هل هاد الطابلة هادي دايرة 3000 نقولو 4000 روبية، يعني أثمنة مناسبة. هذه هاد الكوزينة هادي عجباتني، هاد الكوزينة اللي هنا عجبتني في النوع بالخصوص حمقني الجليج. دابا هنا غنشوفو هاد البارطما هادي الديكور كيفاش دايرين ليها. اول حاجه هنا البالكون، هاد البريكه هادي 6000 روبية، وهذا بحال ستوريج كتحليه وتحطيه فيه فهمتي. منها بريكه مع هاد ليبوت باز، ¿Dónde está?
شوفي هذا هذا دايري ليهم 3 ب 400 ريال وهادو 4 دايري ليهم ب 260 13 درهم قسم ديال الاولاني والطباسه هاد اللوينات هادو كيعجبوني هادو اللي دايرين اصلا الغوز وهاد لو فيغ فاتح اللوينات زوينين هادو الإنارات ديال العيد ديال رمضان دايرين 799 يعني ما يعادل 100 درهم كل حاجة وتمامها بحال هذا داير 600 روبية كاين هاد الديكور هذا بالصفر داير 500 عرفتي هنا واحد الريحة كتشم ما شاء الله زوينين هذا داير 800 روبية هذا كبير شوية عاد كاينين هادو صغار كاينين في البيض والكحل هادو دايرين 300 روبية وفي الغوز كاين حتى الغوز زوينين انا عندي جوج من هاد الاشكال هادو واحد في البيض وواحد في الكحل هنا هي البلاصه ديال الكانتين ديال لي ريستورون فاست فود هنا دابا حيت باقي يلاه 5:30 وخدينا غير الماء والعواصير يعني هادشي اللي لقينا دابا حيت خدينا عصير يعني الا مشات ادنا علينا وحنا في الطريق خدينا هادشي خدينا وهادشي اللي شريت من ايكيا حنا دابا جينا لواحد الريستو باش ناكلو حيت كان اد علينا المغرب وحنا في الطوموبيل فعدينا يعني غير باش مكان غير الماء والعصير وداكشي اللي لقينا في الطريق ودابا جينا باش ناكلو هنايا هذا واحد الريستوران عربي كيدير الماكله العربيه اول مره غادي نجرب الماكله ديالو فايته كاينه عنده ولكن الاكل العربي الله داروه هاد الاشهر الاخيره ما كانوش دايرين هاد السيسيون ديال الاكل العربي شوفوا هنا الطابلو اللي دايرين فيه الخيمه والبير الجمل داكشي ديال الدول العربيه كبير هذا ريستوران زوين هذا هو المنيو اللي عندهم هذا هي الحريره ولكن ملي سولت وقلت ليها شنو فيها وهذه قال لي فيها غير يعني هكا مرصوات صغار ديال اللحم و لي زيبينار قال لي دايرين مع لي زيبينار والقزبر ما كاين لا عدس لا حمص لا والو هذا هما صراحه كاين بزاف فلافل حمص متبل فتوش تبوله هادشي كلشي داكشي العربي اوليف سالاد انا باليا ما غاديش نزعم على الحريره حيت اصلا يلاه درتها البارح ومتاكده ما غاديش يكونوا دايرينها يعني بالطريقه ديالنا تركيش كباب تركيسي كباب الرايس ميت ليبانيسي كباب
هنا دجاج ايراني تندوري، دجاج فحم، دجاج ويد بيري بيري، الرايس دجاج، لبانيستيك كباب. هنا ها شوفي مروكان طاجين والحمد لله تسهرنا حتى في الهريد ومدخلين مروكان طاجين دايرين لي 790 روبية يعني تقريبا 100 درهم. وزايدين هنايا مروكان تي، حتى الشاي المغربي كاين هنا، كاين تقريبا كلشي الماكلة العربية، تشيكن مندي، مندي ديال اليمن، تشيكن كبسة، رز ومشكل، مشويات، كبسة، لحم مندي، رز ومشكل، تشيكن مندي، كبسة، أريبيان ميكس بلاتر، فهم مساسة، ما عرفتوش هذا الصراحة، تونيجيان جريلد، الأكل اللبناني كذلك، إيراني تيكا، فهم تيكا، دجاج، دجاج فحم. هنا البنات كنا خدينا مندي يمني وكبسة سعودية، نسيت ما صورت ولكن كل واحد خيره في دارو. كنتمنى أنه يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوش تشاركونا بالاشتراك والدعم واللايك.